أخيرا يا كابتن سيد علي معلول، هل علي معلول هيتم التجديد له خلال الفترة اللي جاية؟ موضوع التجديد ده برضو انت عارف، بص انا بسألك الأسئلة اللي الناس كلها بتسألها. طبعا تجديد علي معلول، هل سيتم التجديد لعلي معلول؟ ايه اللي هيحصل؟ الناس كلها مستنية علي معلول. بص، هو علي عقده ينتهي بالموسم اللي جاي، نهاية الموسم اللي جاي اللي جاي يعني علي ينهي الموسم اللي جاي وبعدين يبقى عقده الجديد يعني. لكن احنا بنحاول نقفل الملفات بدري. انت قلت لي حتى كده في لقاء قبل ده يعني بكتير. بنحاول نقفل الملفات بدري. شأنه عندي 2 أو 3 كده. الموسم اللي جاي ان شاء الله الرحمن ننهيها بشكل كويس بنفس اهميه علي. يعني علي معجون اهلاوي ولا معجون بميه الاهلاويه زي ما بيقولوا، لكن في النهايه انت بتشتغل شغل احترافي. تمام، عايز تشتغل كل حاجه صح وتقفلها بشكل كويس. مش شايف ان قبل بس ما اقفل الحلقه، مش شايف ان غياب علي معلول شهرين ونص شهر ثلاثه عامل علامة استفهام ولا حاجة، ولا انت شايف ايه؟ لا، لان هو نزل كان برضو يعني عشان هو برضو كان عايز يبقى معانا في مباراة فيتا. حماس لاعب يعني. لا، في مباراة فيتا يعني لو انت تذكرها كانت مباراة فارقة على فكرة، ومباراة كانت مش اللي كانت هناك، اللي هناك طبعا احنا لو تعادلنا بس. لو تعادلنا يعني الناس كانت شايف ان ممكن احنا لو تعادلنا بس كان موقفنا هيبقى صعب طبعا يعني. فحب ينزل يعني، وخد بعد برضه كان في تقرير طبي ان هو مقبول جدا ومعقول يعني. في التمرينه الاخيره اللي قبل السفر حس بحاجه في العضله الخلفيه، فدي اللي دخلته شويه، كانت بقت الاصابه الثانيه.